والآن موعدنا مع الوقفة الاقتصادية للسادسة والتفاصيل مع فاطمة خليل. تفضلي فاطمة. شكرا إلهام نمر، شكرا سارة نجيب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. اختتمت اليوم فعاليات الدورة العادية 13 للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، وألقى وزير الموارد المائية والري رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة هاني سويلم كلمة توجه فيها بالتحية لوزراء المياه الأفارقة والسادة ممثلي السادة الوزراء على مشاركتهم في هذا الاجتماع الهام، معربا عن ترحيبه بالأشقاء الأفارقة في بلدهم الثاني مصر. مجهود كبير تم في الشهور السابقة علشان نصل للي احنا وصلنا له النهاردة. النهاردة بنتكلم عن قضيتنا قدام العالم كله. النهاردة أفريقيا متفهمة قضية المياه في مصر، وإحنا كمان متفهمين قضايا المياه في جميع الدول الأفريقية، متفهمين إن كلنا لينا حقوق في المياه، إن المياه حق من حقوق الإنسان لازم نحافظ عليها، لازم الدول الأفريقية تترابط وتتكامل علشان تقدر تواجه التغيرات المناخية، لازم الدول الأفريقية كمان تترابط علشان تقدر تواجه الزيادة السكانية المضطردة الحقيقة اللي بتحصل في جميع الدول. ومصر مش بمعزل عن الدول الأفريقية، ولكن مصر عندها ريادة حاليا في مجال المياه، نقدر نساعد جميع الدول الأفريقية ان هي تدير المياه بكفاءة عالية. حاولنا وشرحنا قضيتنا بشكل موسع. أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤتمرا صحفيا عالميا تحدث خلاله عن سياسة الصندوق وخططه في مصر خلال السنوات الخمس من 2023 إلى 2027، يأتي ذلك انطلاقا من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. المزيد في سياق التقرير التالي. تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان البرنامج القطري 11 لمصر 2023-2027 ليجدد ويؤكد التزامه ويتيح الفرصة لتسريع الجهود للوفاء بالتعهدات للقضاء على الاحتياجات الملحة لتنظيم الأسرة. أكدت على التعاون بين مجموعة من الوزارات، منها وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للمرأة، وأكدت على الدور الهام لعلاقتنا وشراكتنا بالمجلس القومي للمرأة المتمثلة في إطلاق مبادرة نورة. مبادرة نورة اللي بتهدف إلى الوصول إلى الفتيات في السن من 10 إلى 14 سنة ببرنامج شامل لتنمية قدراتهم. هو البرنامج اسمه تنمية قدرات الفتيات، وكذلك اهتمامها بالمرأة، وأغلب البرامج بتاعتنا، وكمان التعاون مع الشباب، لأن الشباب هم المستقبل، ولأن مصر فيها 60% من الشعب شباب. الحكومة المصرية معنية جدا بكل القضايا اللي بتواجه كل أشكال العنف ضد المرأة وضد الطفل. دعونا نتفق أن الدستور المصري يمكن في المادة 80 أعطى حماية قوية جدا للطفل ضد كل أشكال العنف، وأيضا المادة 11 واجهت كل أشكال العنف ضد المرأة ومساواتها بالرجل في كل الموضوعات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. البرنامج يدعو إلى خلق سلوكيات اجتماعية إيجابية تجاه الفتيات في سن المراهقة داخل أسرهن ومجتمعاتهن، ويعزز الأنظمة لضمان جودة الخدمات المقدمة إليهن وسهولة الوصول إليها. البرنامج القطري هو بيبني على استكمالا للنجاحات اللي حصلت المرحلة اللي فاتت بالشراكة مع الحكومة المصرية في معامل العنف ضد المرأة. عندنا شركاء كتير، المجلس القومي للمرأة، وزارة الصحة والسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي. فالهدف ان احنا نكمل على التنسيق بين الجهات المعنية، وان احنا نقدم خدمات اكتر فيها تنسيق اكتر للسيدات المعرضات للعنف. جمع حفل اطلاق البرنامج شركاء صندوق الامم المتحدة للسكان من مختلف القطاعات الذين شاركوا في مناقشات تناولت الجهود التي تبذل لتقديم خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة لخلق جيل من النساء اللواتي يساهمن في صحة وازدهار عائلات ومجتمعات بأكملها في المستقبل. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.
دعا وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الشركات والمؤسسات البريطانية لاستثمار فرص التعاون مع قطاع البترول والغاز المصري في تنفيذ استراتيجياته لخفض الكربون. ولفت الملا خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن إلى أهمية التعاون مع الشركات البريطانية في تنفيذ تعهدات الحد من انبعاثات غاز الميثان الذي أجمع العالم أنه أسرع طريقة لتقليل معدلات الاحتباس الحراري وإبقائنا على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس. وفي أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط، حيث وزنت السوق بين قفزة في إنتاج المصافي في الصين أكبر مستورد للخام في العالم وضعف التوقعات الاقتصادية هناك. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4% إلى $73.23 للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% إلى $68.28 للبرميل. وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.88% لتصل إلى $2.38 للتر. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 53% لتسجل نحو $2.42 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات حكومية سعودية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة بنسبة 2.8% في مايو الماضي على أساس سنوي، وأرجعت البيانات ارتفاع التضخم الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، فضلا عن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسارة وإلهام لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل.